مستوى واش انت متفق بانه يكون ضاري وجبران في اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي؟ انا كنظن لو كنت انا مثلا بكل تواضع كان ضاري هو اللي يدخل لان لاعب عنده مستقبل ديال 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 المدافع الاوسط يعني المودرن الجوار اكسيال مودرن عنده مهارات فرديه عاليه كان كيدير لا غولونس كيشد فابوات يعني تقريبا باس ديال 30 متر على غوش كيسجل ضربت يعني الاخطاء وكول يعني لي كورنير ضربت الرؤيه فهذا كان على الاقل يكون مع المجموعه فانا كنظن انه عدم يعني النداء على هذا اللاعب لانه عنده مقابلات يعني في البطوله كنظن لان البطوله في اخر المشوار ديالها هاد اللاعبين ديال الافريكان ولا الوداد كلهم عندهم لاعبين عندهم دي ماتش اون روتار فما يمكنش يديهم امريكا وفريق يلعب نصف النهائي ديال كاس عرش ويلعب مقابلات اللي تقدر دير يعني البطوله فكنظن انه هو ولا غير هنا كلشي كيعرف داري كيعرف جبران كيعرف عبد الله هادو عندهم المكان ديالهم بدون مناقشه وحتى بعض اللاعبين ديال امريكا يعني كنشوفوا العربي الناجي كنشوفوا الحارس كنشوفوا رجلابيت هما لاعبين اللي عندهم تنافسيه ولعبوا اكثر من 40 مقابله في السنه ما يمكنش نجيب لاعب اللي ما لعبش السنه كلها في ديك التحضيرات وما شاركش ونخليه فانا كنظن هذا هو الغيزون اللي خلاهم وكنتمنى ان شاء الله في البروشين ابيل لا كونفوكاسيون يكونوا حاضرين لانهم لاعبين ذو مهارات عاليه وداري انا كيفكرني في نور الدين نيوتن اللي خديناه صغير في السن 17 سنه او 18 سنه انا كنت مع يوري اول اسبوع درب معنا اول اسبوع كرسمي واول سنه لعب معنا مشى لونت على جات نوت خبوت دونك داري من 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 من, من, من الصيفه ديال نور الدين نيوتن ولهذا كنتمنى ان شاء الله يكتبوا ليه من بعد هذه القبله يعني الوديه ديال امريكا.